هذا غيضرب مليون. السلام عليكم الدراري، بلاش معكم سفيكا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيما خليتو الدراري في العنوان، اليوم عندنا تحدي جديد. كيما كتعرفوا العقده ملك التحديات، اليوم جبت لكم اقوى تحدي غادي نديرو فلاشي. بلا ما نطول عليكم بزاف، غادي نقدم لكم شكون معانا في هذا الفيديو هذا اللي توحشتوهم نتوما بزاف، والفيديو اللي درنا معاهم ضرب اكثر من نص مليون. اول واحد معانا في هذا الفيديو هذا هو سعدو. اليوم غادي نصدمك بالتحدي، التحدي غيكون هربان وبه ليا معانا امين مجدد. شو حسيت التحدي معانا؟ معانا والسبده، والسبده ملك افلام قصيره، ولكن اليوم غيولي ملك افلام طويله. شوف انا نصدمك، ومعانا والسين، ومعانا اكرام. كيما كتشوفوا هادي التيم اللي غادي دير معانا التشالنج. بلاتي دابا جمعتكم ياك، غادي نقول لكم الجائزه ديال هاد الفيديو هذا شنو هي. اخر واحد غادي يطلع من الدائره عنده اكرام. شو هذا ولح فيك؟ اليوم غنبقى معاك دابا، غادي نشرح لهم الكونسيبت ديال الفيديو. دابا الاخوان غادي نشرح لهم التشالنج. كما كتشوفوا عندنا دائره، يقول لي شي واحد مستر بيست، قول لي شي واحد ابو فله، غادي نخسر معاه. حيت هاد التحدي اللي غندير احسن من مستر بيست، احسن من ابو فله. قويتي كتشوفوا الاخوان عندنا هنايا دائره، فاهمين الدراري؟ الدائره هذه تبقى وسطى، خاصكم تبقاو وسطى. اخر واحد غيخرج من الدائره هذه غادي يربح 1000 درهم. غادي يكون اغراءات، غادي يكونوا بزاف د الحوايج. كما قلت لكم الاخوان باش نكونوا فاهمين، اليوم غادي يكون تشالنج حقيقي، خاصك ما تطلعش من هاد الدائره. انا بصيفتي ملك التحديات غيكونوا الدراري شي تحديات خياليين، وغنجيب لهم الكلاب، غنرش عليهم الماء، ارش عليهم بزاف د العيبات اللي غادي نخليهم يخرجوا من هاد الدائره. متفقين الدراري؟ متفقين. شوف هادو العسل، انوض اصاحبي، انوض انوض شكون العسل؟ باقي ما بداش دابا، يلا اخويا كلاب انا ما عنديش معاهم الصح. واش معنا انت شو قداش اصاحبي الكلاب؟ وانا جبت لك كلاب صغار بزاف. نسيت صافي، انا معاكم دابا. جيب لي الكلاب هي صغيورين صافي، ما تخافش. دابا الدراري نقدم لكم الكلاب اللي غيديروا معنا التشالنج. معنا اول كلبه واللي هي اولغا. هي كما كتشوفوا اولغا زويونه صغيره، هي بيبوشه ناضيه الدراري. الكلبه الثانيه معنا اولغا. هالكا يا الدراري، شوفوا قداش اولغا، اللهم بارك الله. هادي الدراري غادي تقصي شي واحد، ما نكذبش عليك. شوفوا هما راه عند بالهم غادي ندير لهم داكشي ديالهم. هادي واخا صغيره كتقتلي بنادم، وهادي واخا تبان لكم صغيره الدراري خطيره شي حاجه للخر. ديري دوبات اتونسيون، هادي با هادي. وي 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 كانوا غادي يضربوا الصاط. صافي صافي نبداو التشالنج ديال سير سير، غنبدا لهم بالسير. واش بالكلاب؟ اه نبدا غنبدا بالكلبه الصاط الصغيره. يلا الدراري واش ديال التحدي؟ واش يلا اللي غادي يكون ناضي ما غيخرجش نادي. المهم غنبدا لكم باصغر كلبه واللي هي اولغا. ناضي نوازي والو، هادي والو. يلا سير والو 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 وال
وانت ما بغاوش واش عطني انا واجي ماكتا واجي نجيب ماكتا راه لا 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 واو 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 مشيتي شكون اللي خرج خرجت عليا الكلبه اوه صاحبي واه هربت كانت غادي تنوض كريته الدراري المهم سعدوش ما يبقاش فيك الحال عشيري مشات لك 1000 درهم تخصها سعدوش ولكن هاني عشيري غنطلع فوق السور وندير لكم مجموعه عندنا كوب كلشي يطلع معاه الكلبه الكبيره ما خطاتش ليا الغلط ولكن غنرجع لهم ديك الكلبه اللي حكروها واللي هي اولغا هادي غادي تصفي معاهم الحساب اتونسي اولغا اوه 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 اش كيقول على الاقصاء ديال الله الا حشومه هذا كنحس بهادشي ماشي عادي ماشي عادي راه كانت تعاطني والله هادي غتعضك شو قداش انا شي واحد حرقر لي الكلاب ديالي كنصفي سير بيا لي فاش نشوف هادوك الجوج بلاش بلاش هاد الجوج هادو غنحيدو الكلبه دابا انا جاي لهم بلا خوف كومون بيبي واش داكشي تما ها داكشي تما غادي يخرجوا كيما غتشوفوا الاخوان بقاو عندنا هاد الجوج هادو شو تعدوا دير لهم كابو سعدوش كيف فون جايا؟ تريد تريد علي أمين علي علي أمين علي علي أمين داري علي العقدة علي علي العقدة علي علي العقدة كان غيخرج كان غيخرج شو كان غيخرج الدرين وتجيب دا ملك عفلهم قصير كان غيخرج كاك كاك شوف هادي شوف هادي ارجعوا للفارات الدراري وغادي نرجع عليكم غنشوف الاخوان الجبده عنده عين دار غشاش فاهمين امين نادي نعرفو ما غيتخساش وتو الجبده نادي ولكن مكانش عليك دفعو وسعدوش دير لينا الكابو هنايا ويلي 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 الله اجي نكمل لكم هاد القرعه هادي عليكم نشوف جبرو يا اخويا ولا واش شي كيف كيف انا جاي لهم واحد لعيبه نادي سعدو تكلم هاك تكلم انت خاصهم يخرجوا من الدائره واو واو صافي سعدوش بارك عليهم بارك 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 دابا الدراري غندوزو سعدوش كنت مسطع الدراري ارى لي السلاح الثالث السلاح الثالث امينو وتجبدك حلين غردوم بيضين واش متفقين معايا الدراري في رانكينغ ويلي ويلي واش درتي ليهم باقي شوفوا قسما بالله شي غادي يخرج واحد فيهم شوفوا على خطه غادي ندير دراري نصيحه غير خافوا على ريوس دراري الكلب عاوتاني واه ايوا الاغبياء اخرجوا من هذه الدائره
ويبقى 24 ساعه واش سميتي مستر بيس بقى لي 24 ساعه هنايا ما عندي ما يدال انا امين خرج والرابح في التحدي هو والشجاع انا اخوتي وصلنا لافان ديال هاد الفيديو هذا عجبكم الفيديو ما تنساوش خليو واحد لايك ابونا وتفعلوا جرس تنبغيكم كاملين ونتحداكم توصلوا هاد الفيديو هذا 40 الف لايك دراري لو وصل هاد الفيديو 40 الف لايك غندير لكم اقوى تحدي على اليوتيوب في المغرب في فلوس فيه فلوس المهم الدراري طرنا واحد العطاء تقني الامين شكي ولا عين دخلت لي العجينه ان شاء الله تخمر وطيب